نعم شيخ موفق، كيف تعقب على هذه التصريحات؟ أعتقد أن أبناء الطائف الدرزية هم أكثر شخصيات في الدولة يحافظون على القانون، هن اللي مع القانون. إحنا ضد العنف، ضد كل تطرف، إحنا ولكن يوجد يعني إجحاف في حق أبناء الطائف الدرزية، وهذا الإجحاف على مدار سنوات عديدة وصل الوقت أنه هذا الإجحاف يزول عن أبناء الطائف الدرزية وإعطاها حقها. لا يعقل أنه نستمر بهذا الوضع. بالنسبة لتسكير الشوارع وغيره، إحنا كيف شايفين في الشارع الإسرائيلي من جميع الطوائف، يهود ومسلمين ومسيحيين من الكل، يعني تضامن مع أبناء الطائف الدرزية في حقهم في المطالبة في هذا الحق الشرعي يعني المهم لأبناء الطائف الدرزية. الشارع واقف معنا، إحنا بنتأمل من كل المتظاهرين أنه يكون تظاهر بشكل عقلاني بشكل قانوني، ولأنه أنه لن يكون هناك تأثير على المجتمع أو على الشعب في إسرائيل، لأنه إحنا هدفنا أنه نوصل رسالتنا للمسؤولين في هذه الدولة، مش نعاقب أي شخص في أو فرد في هذه الدولة. إذن الاتفاق مع رئيس الوزراء في هذه المرحلة هو تجميد أعمال البناء في التوربينات في هضبة الجولان حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك. بهذه الكلمات نستطيع يعني أن نلخص هذا ما نأمله. إحنا ننتظر جواب من المفتش العام للشرطة في هذا الخصوص. شكرا جزيلا لك شيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، وينضم إلينا عبر